كيف الحال؟ تمام، معك مهند بن حمودة للسيارات في أبو ظبي العين. هذه الموديل 24 من التريل بوس، الكابينة الواحدة فقط، أضافوا عليها الحساسات الأمامية. تمام، وهي عشان موديل 24 السيارة اللي قدامنا دي احنا حاطين عليها بس الدواسة. هي السيارة بتيجي فعليا بدون دواسة، انت عارف، بس الرنجات السود هي 18 انش، الرادار الأمامي، تنبيه الحارات، نقاط عمياء على المرايات، التخشيب، الجلد 4x4 كامل، العداد الديجيتال، جير الأرضي 10 غيار، الواي فاي والإنترنت، الجلد. هالسيارة كمان احنا حاطين عليها التلبيسة، تمام، عشان دي اللي موجودة في العرض يعني، فالحاجات دي كلها إضافية زي ما انت عارف. هذا اللون الأسود. سعرها انا هوري لك سعرها المعروض كام عندنا، 218,000 تقريبا، 218,000 السيارة دي عشان عليها الدواسة كمان والحماية الحوض أو التلبيسة. طبعا 218,000 يشمل الباقة تبع رمضان بس بدون كل شيء، بدون حتى الدواسة ولا حماية الحوض، هيكون سعرها 195,000 ضمان 3 سنوات أو 100,000 كيلو، 4 سنوات مساعدة على الطريق، التسجيل في أبوظبي لو حبيت، وطبعا الواي فاي والانترنت اول 3 شهور اشتراك مجاني.